تخيل انت ذي، تخيل الموقف هذا صدق. ان ان اني انا اللي بودع انا السبت. لا ممكن ما حد يودع السبت. شوف يمكن انا الوحيد اللي عاش الشعور مرتين. خلني اعيد ثاني اقول وش توقع لو انك في الموقف ذا الحين واني بودع انا السبت هذا، ايش رايك؟ انا مع ان عندي احساس انا قوي اني بودع. بركز زي حاتم اجيبك شنطتك. اقول لك عشت الاحساس ذا مرتين. مرة الاولى انت وسيف، عند سيف عزيز اخ وغالي، انصدمت انا. ان يوم دخلت على اخر اثنين خلا لقيتك انت وسيف، وانا احسب سيف رجع. حلو؟ وانت شفت بكواليس. والمرة الأخيرة وقفت أنت ومن؟ وقفت أنت واحد صح؟ إيه هو والولي لو أطلع البرايم. أنت متعب صح؟ يو البرايم الأخير هو بذا؟ ها؟ هذا أشوى من الأخير. أنت متعب صح؟ لا المتعب وقف معه حاتم. أنت وقفت؟ إي حاتم. أنا وقفت مع ناصر سعد. إيه ناصر سعد. يوني كلكم غاليين بس أنت الأغلى. يا عاد لو أطلع البرايم شو بتسوي؟ ليش ما تفارق خير الدايم؟ انا الاسبوع ذا تراني خربتها يا عيال. مو بخصم من ناحيه خصم. طيب اصبر بدون تحيز. طيب السبت ذا فيه يوم وطني. اخاف اقول لك تنجلط. كم بالله؟ اعلى خصم في برامج الواقع. وش؟ من بدايتها حتى نهايتها. 14000. انا 14000 هذا المعلن، لكن خصم الخفي. بالله كم خصمه؟ ما اقدر اقول لك والله. ابيك على رتمك تعدل بالرياليتي، تعدل بكل شيء. في ذمتك يا خصم قول. وشي؟ في ذمتي يا خصمك ها؟ ما مر على برامج الواقع كامل. وشي هي؟ خصم لابو ماضي. الولي يعني الاسبوع ذا يمكن احتمال 90%. ليش ما علموك؟ يبونك تدارك الموضوع. باذن الله انك راح تنجو. الريالتي على 6000. اسمع 6000. في حال بقول كلام. السبت ذا يوم وطني ان شاء الله، والامور زينه باذن الله. انا الوضع ان شاء الله زين. باذن الله نبي نفرح. افرض انهم ما الغوا البرنامج. باذن الله نفرح، احنا ما نقول شيء. افرض ان اجلوه. باذن الله ممكن نفرح بعد كل ممكن نفرح. يمكن تفرح نفرح كلنا. وممكن في برايم ما تدري. يمكن ان شاء الله نفرح كلنا، ما حد يوم وطني ويوم وطن ان شاء الله نفرح كلنا. احتفال بالوطن. لا اله الا الله. ما بصير. معني انا ما اخطيت يا عيال. حبيبي خلك من البرنامج. احنا طالعين بعد 20 يوم. العموم انت كسبت قاعده جماهيريه. كسر الدنيا انت.